بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم. أقدم لكم فتوى الشيخ وكلام الشيخ صالح آل الشيخ في حكم استخدام الجن لفك السحر، كما ترى ورقة الخرافة والدجل في الساحة يحاورون الشيطان من أجل سؤاله عن مكان السحر وعن الذي فعل السحر، ويجوزون ذلك ويقولون بأن العلماء يجوزون ذلك كذبا وافتراء على العلماء. فاسمعوا هذه الفتوى، بارك الله فيكم وحفظكم ورعاكم. العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ما حكم استخدام الجن لفك السحر؟ ما يجوز استخدام الجن في هذه الأمور، ما يجوز. السحر يفك بالطريقة الشرعية، بالنشرة الشرعية فقط، ينشر عنه بالقرآن، بالسنة، بالأدعية المباحة، بالأدعية المشروعة أو الأدعية المباحة أو الوسائل المباحة والنافعة، يعني المجربة النافعة. أما استخدام أو التعلق بأمور غيبية أو استخدام الجن، كل هذا من وسائل الشرك، نسأل الله العافية. حتى الشيخ لو سمحت الله، عرض الجن السلطان وعرض هذا الإنس عنده سحر، هو العرض على أن يفك السحر، يعني ما سأل الجن اللي عرض حل المسألة؟ حصلت ولا كذا بس؟ لا السؤال. ما هو حافظ، لأن أصل السحر يكون بعقد جني، يعني الإنسي يستعين بجني يخدم هذا السحر. ولا مثلا شيء أكل أو يعني سائل أو شيء بيجعل فيه أو ورقة بيسحر من يلمسها، هي في الواقع سبب ما يكون مؤثرا. يعني مثلا هذه الورقة، نسأل الله العافية، مثلا أنا صار فيها سحر، أنا لمستها خلاص أثرت علي، هل التأثير بسبب الورقة نفسها أم بالجني الذي لابس هذه الورقة، يعني جعل خادما لها الورقة، إذا لمسها فعل كذا. لهذا الجن لهم ملوك، شياطين يستخدمهم الإنس، السحرة في سحرة كبار يستخدم ملوك الجن بما يتقرب إليهم ويعبده من دون الله ويذبح لهم ويهين الشريعة ويهين القرآن إلى آخره. واضح؟ مسألة كبيرة، مسألة كبيرة. الجن عالم ما نعرفه، نؤمن به ولم نره، نؤمن به ولم نره، لأن الله جل وعلا أخبرنا بذلك، فنؤمن به ونصدق ولو لم نره. إذا أخبره إخبار وتثبت منه فوجده وانتفع، طيب هذا من باب استخدامهم في الأمور، هذا لا بأس به، لكن إنه يعرض علي أنا بفك السحر كذا، هذا ما يجوز، لأنه هو سيغويه بأنه يفعل أشياء عشان يفك السحر ويوقع في شرك وبلاء. لكن يأتي مثلا جني، لأن الجني يدخل في الإنسي من جنس اعتداء، هو اعتداء من جنس اعتداء الإنسي على الإنسي، يعني يكون مثلا سفيه، مثل ما واحد يكون ضعيف يمر بشارع وفيها غلمان، فيها شباب يستخفون، يقومون يرجمونه ولا يعتدون له، انت فيك كذا وانت فيك كذا، شافوه ضعيف ربما احيانا دفوه ولا عادوه الى اخره. كذلك الجن اذا رأت امرأة ضعيفة وحاول، يعني رأوها في ضعف، فيها خوف وفيها الى اخره، تسلطوا عليها من باب الاعتداء، وانهم يضحكون عليها ويستمتعون بها ويلعبون بها وإلى آخره. كذلك في الإنس، يعني هي شبيهة، اعتداءات الجن على الإنس مشبهة في أصلها باعتداءات الإنس على الإنس، يستخفونها، يجي مثلا واحد قوي يشوف واحد ضعيف اعتدى عليه، أو جاء مكان مثلا واعتدى على مكانه فدخل فيه ليؤذيه في العذية، أو يذهب عنه ثم يدخل فيه، يأتي أحيانا يدخل فيه ويؤذيه وهكذا. فالإنسي حالته مع الجني، يعني مع الجن هي حالة، يعني في الأصل حالة عدة، ليست حالة
الموالاة. هي الأصل أن الإنس والجن ليس متفقين، بل هما أعداء، لأن الإنس لأن الجن منهم الشياطين. أنت ما تعلم حالته ولا تعلم فيه، بس بل تعلم أن الجن يجب أن تأمرهم وتنهاهم، بس أما استخدامهم واستفادة منهم إلى آخره هذا الأصل فيه عدم الجواز، ما يفتح الباب. ولما فتح بعض الناس الباب على نفسه ما استطاع غلقه، باب الاستفادة هذا ما استطاع غلقه، أو يأخذ الإثم من أفتاه بذلك، لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك. وذكر ابن بشر في أول تاريخ نجد، ذكر في أول تاريخ نجد أن أهل نجد ما كانوا يعرفون الشرك، الشرك اللي في القبور والتعلق بالأشجار والغيران والأحجار إلى آخره، وإنما أتاهم أن بعض البادية إذا جاء وقت الصرام، صرام النخيل أو وقت حصاد الحب، يعني الزرع وزرع الحب إلى آخره، جاوروهم ليأخذوا يشترون منهم أشياء ويبيعون، فصاروا يتطببون، يعني البدو يتطببون، يقول عندنا طب، ترى عندنا طب، يجيبون لهم هذه المريضة نفسيا ويجيبون لهم كذا، وصاروا يرشدونهم إلى أشياء شركية، قالوا اذبحوا كذا، اعملوا كذا، عندكم قبر فلان ادعوا عنده وإلى آخره، حتى تعلق الناس بالقبور، فنشأت في القرى هذه الأشياء.